بص يا شباب، يونت 2 بتكلمنا عن حاجة اسمها the force and motion. في lesson 1 هنتكلمه عن ال force، في lesson 2 هنتكلمه على ال motion أو ال force اللي بتعمل motion، إيه علاقة ال force بال motion. lesson 1 هيبتدي يكلمنا عن حاجة اسمها the universal forces. universal forces يعني القوى اللي موجودة في الكون، الفورسز اللي موجودة في الطبيعة اللي حوالينا، في فورسز طبيعية موجودة حوالينا في الطبيعة. فالأول ابتدى يقول لي يعني إيه فورس، ابتدى يعرفني يعني إيه فورس. تعالوا نشوفوا يعني إيه فورس. الفورس دي يا شباب أنتوا هتدرسوها بالتفصيل الممل في أولى ثانوي، وهتعرفوا مين اللي اتكلم، مين الساينتست اللي اتكلم على الفورس بالتفصيل. ماشي، كان طبعا هو عالم اسمه نيوتن، ده اتكلم عن الفورسز بالتفصيل وحط ثلاث قوانين للفورسز بتشرح الفورسز ديت بتعمل ايه، اي فورس في الدنيا بتعمل ايه. المهم تعالى نعرفه يعني ايه، يعني ايه فورس. دلوقتي انا لو عندي عربية، والعربية ديت انا اديت لها pushing force، دوست على البنزين بتاع العربية فادالها pushing force، ادالها ايه؟ حاجة اسمها pushing force. الانجن، ماشي، pushing force ديت بتعمل ايه؟ العربية دي كانت واقفة، كانت واقفة، بنقولوها في الساينس عندنا او في الفيزيكس بنقولوها ان ده object at rest. object at ايه؟ rest. عربية كانت واقفة، والراجل راح داس، الدرايفر راح داس على الايه، على البنزين، ادالها بوشنج فورس، الانجن ادالها بوشنج فورس، فتبتدي العربيه ديت تتحرك. يعني بدل ما كانت اترست او بنسميها ستاتيك، ممكن نقوله اترست او ستاتيك اوبجكت، نقوله عليه ستاتيك اوبجكت. خلاص، بتبتدي العربيه ديت تتحرك، العربية دي بتبتدي إيه؟ تتحرك، فتبتدي الحالة بتاعتها بدل ما هي تبقى static يعني حالة سكون أو object at rest، بيبقى object at motion. at إيه؟ motion، أو بنسميه moving object، بنسميه إيه؟ moving object. خلاص، يبقى الفورس او البوشنج فورس عملت ايه؟ غيرت الحاله بتاعت العربيه من الـ من الـ الـ from being static، يعني هي ان هي تبقى واقفه، لان هي بقت بتتحرك. خلاص، طيب، وبالتالي بنقوله الرست والموشن دي بنسميها الستيتس اوف اوبجكت. الرست والموشن ديت بنسميها ايه؟ الستيتس، states of object، بنقسموها لحالتين. يعني ايه state؟ يعني حالة الاوبجكت، ممكن يبقى ايه او ممكن يبقى ايه، ممكن يبقى at rest، at rest واقف، او ممكن يا شباب بيبقى at motion، at motion. الفورس عملت ايه؟ الفورس بتغير الstate بتاعت الاوبجكت من الرست للموشن او من الموشن للرست. احنا اخدنا من الرست للموشن، طب ازاي من الموشن للرست؟ بسيط، العربيه اللي كانت ماشيه ديت اللي كانت موفينج، لو الدرايفر داس على الفرامل فهو كده بيعمل البريكس، كنا واخدينها في جونيور 5 بتعمل حاجه اسمها فريكشن فورس. بالتالي لما العربيه ديت الدرايفر بتاعها يدوس على الفريكشن، يدوس على البريكس فيعمل فريكشن فورس، هو في هنا كده friction force، friction force، فتبتدي العربية تسرع ولا تبطأ؟ أكيد هتبطأ، لغاية تقعد تبطأ 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 لغاية ما تقف، فيبقى راجع تاني at rest. يبقى الفورس ممكن تعمل إيه؟ ممكن تغير الستيت بتاعت الأوبجكت من الرست للموشن أو من الموشن للرست.
هو ده الديفينيشن بتاع الفورس. الفورس بتعمل ايه يا شباب؟ بتغير الستيت. خلاص، هي عباره عن ايفكت، حاجه بتاثر، مؤثر، ايفكت بيعمل ايه؟ changes the state of object from being at rest، من حاله السكون خلاص to a to motion and vice versa، والعكس. وايه كمان ممكن الموشن تعمل؟ الفورس تعمل ايه؟ الفورس ممكن تعمل changing in direction، يعني ممكن تغير الستيت من الريست للموشن، او العكس، او ممكن تغير direction. ازاي تغير direction؟ لو انا عندي يا شباب كوره خلاص او طوبه ومسكها بحبل، والكوره دي انا بلفها، الكوره دي انا ايه بلفها، الكوره دي انا ايه بلفها، فالكوره دي بتتحرك ازاي؟ اهو كده مثلا، متخيلين الموقف؟ في كوره انا رابطها بحبل وعمال ايه عمال الفها. يا ترى لو حبيت اسالكم فين الدايركشن اوف موشن، فين الدايركشن اوف موشن، ايه رايكم؟ يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم هي ماشية يمين تقريبا. يمين؟ طيب يعني ولا شمال؟ ادي يمين اهي، مثل لا شمال، مش شمال، شمال اهي، اهي شمال، شمال ويمين، شمال ويمين، شمال ويمين. طب ما ينفعش فوق وتحت كمان؟ الاثنين الاربعه بكله دي ماشيه في كل الدايركشنز على فكره. اللي بيمشي في سيركيولر باث ده كده، ده كده سيركيولر، بنقول عليه سيركيولر باث. ماشي. طيب مين اللي خلى الكوره تمشي في السيركيولر باث؟ ان في فورس شد الكوره كده، دي بنسميها تانجنت فورس، بنسميها ايه؟ تانجنت فورس. انتوا طبعا مش عليكم الاسامي، انا بس ايه عايز اعرفكم ان اي فورس ممكن تغير الستيت او ممكن تغير الدايركشن. خلاص، فالتانجنت فورس دي القوة الشد اللي بتشد الكورة ناحية السنتر كده، انا بشد الكورة ناحية السنتر بتخلي الكورة تغير الدايركشن على طول. بصوا كده عند اللحظة دي، كده عند اللحظة دي كانت الدايركشن كده، عند اللحظة دي كان الدايركشن كده. ماشي، عند اللحظة دي كان الدايركشن، كل شوية الدايركشن عمال يتغير، عند اللحظة دي كان الدايركشن كده. فاهمني؟ فالفورس بتعمل ايه؟ بتغير الدايركشن. طب لو انا شلت التانجنت فورس ديت، لو انا سبت الحبل مرة واحدة، مثلا لما الكورة، لو الكورة كانت عند اللحظة دي وسبت الحبل، عارفين الكورة هتمشي ازاي؟ لا، هتمشي كده. تخيل كده انت ماسك حبل كورة ورابطها بحبل ولفتها، قعدت تلفها 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 تلفها، ومره واحده سبتها، هتمشي هتطلع لفوق، هتمشي في ستريت لاين. يعني انت لو سبتها مثلا في اللحظه دي هتلاقي الكوره مشيت كده في ستريت لاين. ليه مشيت في ستريت لاين؟ لان الفورس اللي كانت بتغير الدايركشن راحت، الفورس ايه؟ راحت. فلما الفورس تروح هيبتدي التغيير اللي كان في الدايركشن يروح، فيبتدي تمشي الكوره في ستريت لاين. ها، مفهوم البوينت؟ حد مش فاهم؟ نعم؟ في حد سأل؟ لا. طيب اوكي، يبقى الفورس يا شباب بتعمل ايه؟ اولا بنقول الفورس ديت عبارة عن ايفكت، بتعمل ايه؟ الفورس هي عبارة عن ايفكت، حاجة بتأثر على الاوبجكت. والايفكت ده بيعمل ايه يا شباب؟ بيعمل حاجة من اتنين، يا إما changes the state of object، بيغير ال state of object، أو في تعبير أفضل هو tries to a to change، يعني بيحاول يغير، يعني مش شرط، ممكن يبقى في force بس ما عرفتش تغير. ماشي، ما علينا. يعني changes the state، يعني إيه changes the state؟ إحنا عارفين ال states، ها، حاجة من اتنين، يا إما إيه يا إما إيه يا شباب اللي أنا قلتهم؟ at motion او at rest. بالظبط، يا اما الستيت تبقى at motion او الستيت بتاعت الاوبجكت يبقى object at rest. فهو بيغير الفورس، بتغير الستيت من الموشن للريست او من الريست للايه للموشن.
أو changes حاجة حاجة تانية. إيه تانية يا شباب؟ changes إيه؟ direction. direction بالظبط. معلش الإيه؟ الكمبيوتر علق، ثانية واحدة. changes زي the direction. وديت لكم أنا example على كل إيه؟ على كل حاجة. لما بغير من rest للموشن زي ما عملت، زي ما حطيت ايه pushing force، فغير من الrest للموشن. طب لو عايز اغير من motion لrest ممكن اشتغل بفريكشن force، ماشي. طب لو عايز اغير الدايركشن ممكن اشتغل بتانجنت force، ماشي. طبعا احنا مش علينا الانواع بتاعه الفورسز دي كلها. خلاص نقرا كده الديفينيشن مع بعض. بيقول ايه؟ بيقول لي الفورس اتس ان افكت tries to change. tries to change يعني ممكن يغير، ممكن يبقى في force بس ما تغيرش يعني. فالتعبير ده ادق شويه. it's an effect that tries to change the object's phase. الفيز اللي هي الستيت يا شباب، الفيز اللي هي الايه الستيت، ممكن نقوله state، ممكن نقوله phase. from being static. static اللي هو الobject ال at rest. ده كده الobject الايه ال at rest. عشان لو شفتوا كلمة state أو phase الاتنين زي بعض، static أو at rest الاتنين زي بعض. from being static to motion or vice versa. يا إما من الrest للموشن أو العكس. or it changes the direction of a of motion. طيب the measuring unit of force طبعا سميناها نيوتن. ليه؟ عشان العالم اللي كان ليه القوانين اللي بتشرح الفورس هو إسحاق نيوتن، ماشي. طيب ده مبدئيا ايه يعني ايه فورس، والميجرنج يونت بتاعت الايه بتاعت الفورس اللي هي النيوتن. خلاص طيب لسه ما بيكلمنا على حاجه اسمها ذا يونيفرسال فورسز ان نيتشر. اتكلمنا على الفورسز اللي موجوده في الطبيعه. يعني هل انا مضطر ان انا اعمل فورس عشان الاقي القوه ديت؟ هل أنا مضطر إن أنا أدوس على الفرامل عشان يبقى فيه فورس؟ هل أنا مضطر إن أنا أدوس على البنزين عشان يبقى فيه فورس؟ لا، بيقول لي إن في قوة طبيعية موجودة حوالينا في اليونيفرس. زي إيه قوة طبيعية؟ بيقول لي اليونيفرسال فورسز ممكن تشوفها في صورة attraction forces. attraction forces. والattraction forces دي قصة كبيرة. زي ايه attraction forces؟ بصوا كده ال attraction forces. دي الصن، ماشي، وادي الأرث. اللي بيخلي يا شباب الأرث بتدور حوالين الصن gravity. gravity تخليها ايه تدور حوالين الصن. الجرافيتي دي معناها اتراكشن على فكرة. جرافيتي ده في اتراكشن فورس من الصن للايه للأرث. الصن بتشد الأرث، ماشي كده. خلاص دي اسمها اتراكشن فورس. نفس الكلام عندنا المون. ادي المون، ماشي. المون برضو نفس الكلام. طول ما الأرث ماشي في اي حتة، منين ما الأرث يمشي في أي حتة المون ماشي معاه. طب ليه؟ عشان في برضه جرافيتي، في أتراكشن فورس من الأرث للمون، ماشي. طب أدي أول أتراكشن فورس دي في اليونيفرس، دي طبيعية. حد عمل الفورس ديت؟ لأ، الفورس ديت بنسميها يونيفرسال فورس، ماشي، أو ناتشرال فورس، قوة طبيعية. محدش عملها، محدش محتاج إن هو يعمل الفورس ديت، دي موجودة في الطبيعة. طيب ايه كمان؟ ادي الارث والقصة بتاعت القصة الشهيرة بتاعت نيوتن بتاعت التفاحة. في تفاحة وقعت، ايه اللي وقع التفاحة؟ جرافيتي. ده الأرث زي ما بتشد المون، دي برضو بتشد الأوبجيكتس اللي عليها. مظبوط؟ طيب ده مش بس كده، ده نيوتن قال لنا، بصوا دي غريبة جدا،
نيوتن قال لنا، ودي هتاخدوها بالتفصيل برضو لما تدخلوا في ثانوي، نيوتن قال لنا ان اي تو اوبجكتس في اليونيفرس، اي تو اوبجكتس وقال عليهم تو ماسز، تو اوبجكتس او تو ماسز، اي تو ماسز في اليونيفرس، يعني اشمعنى الايرث هي اللي بتشد التفاحه؟ يعني اشمعنى الصن بتشد الايرث؟ ما هو مره الايرث اتشدت، الصن شدتها، ومره الايرث هي اللي كانت بتشد المون. يعني ده بيعتمد على ايه؟ نيوتن قال لنا دي حاجه طبيعيه، قال لنا اي تو ماسز في اليونيفرس ما بينهم attraction force، هو attract each other، attract each other. المفروض في حد دلوقتي كان يسألني أي حاجة، يعني دلوقتي المفروض كان في سؤال أنا مستنيه. مستر طب ثواني، أنا المفروض دلوقتي مستني سؤال. نيوتن هما مش أي حاجة مستر هتعمل attract لبعضها؟ لا أي حاجة، نيوتن قال لنا أي حاجة. ليه؟ نعم مستر، إحنا لو جبنا مثلا أي two objects عندنا وحطيناهم مع بعض مش هيعملوا attraction. ده نيوتن قال لي ايه؟ برافو كده كنز، هو ده السؤال اللي انا كنت مستنيه. ده نيوتن قال لي لو انا واقف اهو وجنبي زياده اهو، خلاص نيوتن قال ده ماس وده ماس، الاثنين ما بينهم اتراكشن فورس، يحصل ما بينهم اتراكشن. فقلنا له يا عم نيوتن ازاي يا عم، يعني احنا مش بنلزق في بعضنا؟ قال لنا ده بيعتمد على الماس. لا الماس قد ايه؟ الماسز اللي بتعمل اتراكشن لبعض قد ايه؟ كل ما بتزيد الماسز كل ما بتزيد الاتراكشن. خلاص؟ وبالتالي في اتراكشن ما بيننا وهو حسبها، بس قيمتها ضعيفه جدا. قيمه الاتراكشن ديت ضعيفه جدا جدا لدرجه ان هي تقريبا مش موجوده. في موجوده بس النسبه ضعيفه جدا. وبالتالي سبحان الله ربنا عامل في النيتشر فورسز موجوده معانا، ولولا الفورسز ديت كانت الدنيا كلها دخلت في بعضها. تخيل كده لو الايرث ماشي بمزاجه والمون ماشي بمزاجه والستارز ماشيه بمزاجها، كان كل السلاستريال بوديز ديت دخلت في بعضها. مفهوم الحته ديت؟ بيقول لي اول حاجه من الناتشرال فورسز يا شباب، اول حاجه من الناتشرال فورسز حاجه اسمها الاتراكشن فورس. الاتراكشن فورس اللي زياد قال لي عليها من شويه اللي اسمها ايه؟ زي ايه؟ زي الجرافيتي، او بنسميها جرافيتيشنال فورس. جرافيتي، ها صعبه دي؟ هنتكلموا عليها دلوقتي بالتفصيل. نمبر 1 دي الايه؟ الاتراكشن فورس. نمبر 2 في حاجه اسمها نوكليير فورس، نوكليير فورسز ماشي، او بيسموها القوه النوويه. دي حاجة جامدة دي ولا حاجة ضعيفة؟ النوكليير فورسز، إيه رأيكم؟ سمعتوا عنها قبل كده؟ مستر سمعتها. دي جامدة جدا يا مستر. جامدة جدا بالظبط، بس اللي إحنا هنعرفه دلوقتي إن في ممكن حاجة اسمها ويك نوكليير فورس، ويك نوكليير فورسز. مين النوكليير فورسز وإمتى أقول عليها ويك؟ إمتى أقول عليها سترونج؟ خلاص؟ برضو هقول لكم كلام عشان نبقوا فاهمين الكلام اللي موجود في المنهج، عشان المناهج غالبا بتاعه الساينس بتاعتنا بتحط كلام من غير ما بتشرحه. ايه النوكليير فورسز؟ نمبر 2 كده، ايه هي النوكليير فورسز دي اللي ما عليهاش كلام كتير علينا في المنهج بتاعنا. النوكليير فورسز ديت من اسمها كده جايه منين يا شباب؟ جايه منين؟ من النوكليوس جاي من النوكليوس ماشي. احنا سمعنا كلمه نوكليير ديت من الايه؟ من النوكليوس. طيب هو مين اللي جوه النوكليوس يا شباب؟ مين اللي جوه النوكليوس؟ بروتونز والالكترون والنيوترون. بوزيتيف بروتونز ونيوترال نيوترونز. يعني مين فيهم اللي تشارجد؟ مين فيهم اللي هو البوزيتيف بروتون، البوزيتيف بروتونز دي ايه؟ النوكليوس. فاحنا عندنا جوه، معلش اللي بيعمل ايه؟ في حد بيعمل خشوله كده في المايك، فعشان بس ايه ما تعملش الشوشره دي. فالبوزيتيف بروتونز يا شباب
البوزيتيف بروتونز دي هي دي اللي تشارجد، لكن النيوترال نيوترونز دي انتشارجد. طب البوزيتيف بروتونز اللي موجودين مع بعض دلوقتي، انا لو قربت بوزيتيف من بوزيتيف، يا ترى يحصل ما بينهم اتراكشن ولا ريبالشن؟ لا ريبالشن. المفروض دول بيزقوا بعض، صح؟ طب ازاي البوزيتيف بروتونز قاعده مع بعض؟ ازاي البوزيتيف بروتونز ادي فيه بوزيتيف جنبيه بوزيتيف جنبيه بوزيتيف جنبيه فورس، ازاي قاعدين مع بعض والمفروض دول بيزقوا بعض؟ المفروض كانوا ايه؟ في فورس اكيد في برافو، اكيد في فورس ماسكاهم مع بعض، هم عايزين يزقوا بعض. ادي في بوزيتيف بروتون بيزق البوزيتيف بروتون الثاني. مين اللي ماسكهم؟ في نوكليير فورس، في قوه ماسكاهم مع بعض ما تخليهمش يسيبوا من بعض. خلاص النوكليير فورسز ديت بتعتمد على ايه؟ قوتها بتعتمد على ايه؟ ممكن تبقى النوكليير فورس ديت ضعيفه وممكن تبقى قويه. بتعتمد قوتها على ايه؟ هتبقوا تاخدوها برضو لما تكبروا في ميد 3، هتاخدوها بتعتمد على النمبر اوف نيوترونز. لو النيوترونز اللي معاهم زحمه، زحمين على البروتونز كتيره، يعني كل ما تكون النيوترونز اكتر فتقرب البروتونز اكتر من بعض، وبالتالي بتحتاج فورس كبيره عشان تخليهم يبقوا قريبين من بعض. حد فاهم حاجه؟ اقولها تاني. كل انا اصلا مستر كنت اقول لحضرتك عشان في نيوترونز في الاول، بس قلت لا. لا النيوترونز عددها، عدد النيوترونز هو اللي بيحدد لي قوه النوكليير فورس. اي اتوم في الدنيا فيها نوكليير فورس، بس كل اتوم بتختلف عن الاتوم الثانيه في قد ايه نوكليير فورس. ده بيعتمد على النمبر بتاع الايه نيوترونز. كل ما يكون النيوترونز اكتر، كل ما تكون في زحمه اكتر، فالبروتونز بتتزحم، وبالتالي كل ما بتبقى النيوترونز اكتر بتبقى الزحمه اكتر، فبيديني مور نوكليير فورس. مور نوكليير فورس. والكلام دوت بنلاقيه بقى، نلاقيه فين؟ في الهيفي اتومز ولا في اللايت اتومز؟ ايه رايك؟ هيفي. في الهيفي، لان كل ما بتزيد، كل ما بيزيد الاتوميك نمبرز، كل ما بيزيد النمبر بتاع البروتونز والنيوترونز. خلاص، وبالتالي النوكليير فورسز القويه نلاقيها في الهيفي اتومز. الهيفي اتومز، ماشي. وبالتالي احنا عندنا نوعين من النوكليير فورس، على حسب النمبر اوف نيوترونز اللي بتزاحم البروتونز، وبالتالي بتديني قد ايه نوكليير فورس. عندنا نوعين من النوكليير فورس، عندنا نوع ويك، ويك نوكليير فورس، عندنا ويك نوكليير فورس، عندنا كمان سترونج نوكليير فورس. وكل واحده ليها استخداماتها، كل واحده ليها استخداماتها. يا ترى مثلا لو قلت لكم، لو عايز اصنع سلاح نووي، أسلحة نووية، سمعتوا عن الأسلحة النووية؟ نوكليس، نوكليس يعني نواة بالعربي يعني، فدي اللي بيسموها الايه أسلحة نووية عشان بتتعمل بالنوكليير فورس. لو عايز اصنع سلاح استخدم بقى ال 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 السترونج، السترونج طبعا، سترونج طبعا، السترونج ديت بستخدمها في الميليتري بيربسز، بستخدمها في الايه ميليتري يعني في الأغراض العسكرية purposes، ماشي، أغراض عسكرية، أصنع سلاح نووي، صاروخ نووي. طبعا ده بيعتمد على إيه؟ ده بيعتمد على مين الدولة اللي بيبقى عندها الإليمنتس التقيلة. يعني نسمعوا عن إيران مثلا، عندها إليمنت إيران وروسيا وأمريكا، بالظبط، عندهم حاجه اسمها يورانيوم. الاليمنت ده تقيل قوي، عنده نيوترونز كتيره، وبالتالي عنده نيوكليير فورس، عنده نيوكليير فورس قويه. فالاليمنتس التقيله ديت مش موجوده في اي حته في الايرث كراست، ماشي، موجوده في دول معينه، ايران وروسيا فعلا واخد بالك، وطبعا وكوريا، فاهمني؟ كل ما يبقى الدولة عندها الاليمنتس الثقيلة دي تقدر تعمل بيها ايه؟
تقدر تعمل بيها، تستخدم الطاقة النووية اللي فيها، القوة النووية اللي فيها تقدر تعمل بيها أسلحة. مشهور قوي عن إيران إن هي بتستخدم اليورانيوم ده. طيب إيه كمان من استخدامات النوكلير فورس؟ من استخدامات النوكلير فورسز إن أنا ممكن أستخدمها استخدام سلمي، إن أنا أعمل بيها جنريتنج للإنرجي، لأن أنتوا عارفين إن الإنرجيز يا شباب ممكن تتحول من فورم لفورم تانية. ممكن أحول مثلا من إلكتريك إنرجي للايت إنرجي، ممكن أحول من إلكتريك لساوند مثلا، ممكن أحول من كيميكال لإلكتريك إنرجي عن طريق الباتري. كمان النوكلير إنرجي ديت أنا ممكن أحولها لإلكتريك إنرجي عن طريق حاجة اسمها نوكلير رياكتر أو نوكلير ستيشن. النوكلير المحطة النووية، لما تسمع عن حاجة اسمها نوكلير ستيشن محطة نووية، دي بتعمل لي إيه؟ بتعمل جنريتنج، دي بتعمل جنريتنج للإنرجي، للإلكتريك إنرجي، ماشي؟ جنريتنج إلكتريستي. طبعاً الدول اللي عندها محطة طاقة نووية دي طبعاً بتقدر تولد كهرباء للدولة كلها. إحنا كان عندنا في مصر من زمان ابتدوا يعملوا محطة طاقة نووية ما بين اسكندرية ومرسى مطروح، كان اسمها محطة الضبعة. طبعاً كانت فكرة وابتدوا يعملوها وما كملوهاش، لأن إحنا عندنا سورس تاني للإلكتريستي أفضل من النوكلير إنرجي، وطبعاً وأأمن، لأن السد العالي؟ لا، ده في حاجة أجدع بقى من السد العالي، الطاقة الشمسية، السولار إنرجي. إحنا بنعرف ونستغل السولار إنرجي تدينا إلكتريستي. طبعاً إحنا عندنا مصادر إلكتريستي كتيرة جداً، وما تفهمش إزاي مصر جالها وقت من الأوقات كانت الكهرباء مش مكفيها، حاجة غريبة يعني. طيب نرجع تاني، مش قصتنا يعني. فإحنا عندنا يا شباب السترونج نوكلير فورس ممكن نستخدموها استخدامات عسكرية for military purposes، ماشي، أو nuclear station تعمل لي إيه؟ generating للإلكتريستي. طيب ال weak nuclear forces دي بقى elements موجودة في دول كتيرة، وغالبا ال weak nuclear forces دي ممكن يا شباب كل الدول تستخدمها، وممكن لو عندي دولة تديها لدولة تانية. يعني لو عندي element بستفاد منه في نوع معين من النوكلير انرجي، انا ممكن اديه لدوله ثانيه، مش حاجه يعني هتميزني عن الدوله الثانيه. الويك نوكلير فورسز ديت دي ممكن نستخدموها في الميديسن، ان احنا نعالج مرضى. زي مثلا تسمعوا عن العلاج الاشعاعي يا شباب، حد سمع عن مريض كانسر مثلا؟ بيعمل علاج اشعاعي. ايه العلاج الاشعاعي؟ برضو معلومات بره المنهج. هو احنا علينا الاستخدام اللي هو الويك في الميديسن اهو، ماشي، بستخدمها في الميديسن. بس اقول لكم برضو ايه معلومه ازاي يعني. كان في اليمنت اسمه كوبالت، اليمنت اسمه كوبالت بيطلع ويك نوكلير فورسز او ويك نوكلير انرجي. خلاص الانرجي دي لما بتنزل على الورم، على السيلز اللي فيها الورم، الانفكتد سيلز تحرقها. ده اسمه علاج اشعاعي، تحرق المكان اللي فيه الانفكتد سيلز، ده اسمه علاج اشعاعي. خلاص. طيب دي الويك نوكلير فورسز في الميديسن. ايه كمان بيقول لي في الاندستري، الصناعه؟ لا، في الصناعه بقى عده يعني حاجات كتيره في الصناعه ممكن نعمله بيها باتريز، ممكن نعمله بيها باتريز. يعني في حاجه اسمها نوكلير باتري، اكتب كده على الجوجل نوكلير باتري. النوكلير باتري طبعا دي يعني ليها يعني عمر كبير، يعني ما تخلصش بسرعه زي الباتري العاديه اللي معانا. نوكلير باتري ممكن نعمل بيها بطاريه. تخيل قوه نوويه، انت واخد بالك من الاسم يقول لك قوه نوويه، ممكن في منها ويك اعمل بيها باتري، ماشي. فالويك نوكلير فورسز ممكن استخدمها في الاندستري. هتاخده في ثالثه اعدادي ان ممكن استخدمها ان انا احول بيها ساند احوله لسيليكون سلايدز، اعمل بيها حاجه اسمها السيليكون سلايدز. ممكن السيليكون سلايدز ديت اللي هي ايه يا شباب؟
برضو دي كل دي معلومات ليكو عشان بس ما تبقوش بتقروا الكلام دوت من غير ما تبقوا فاهمينه. ايه السيليكون سلايدز ديت؟ عارفين لما نفتح جهاز، اي جهاز كهرباء، اي جهاز حتى لو ريموت، حتى بيبقى جواه شريحه كده خضراء، شريحه كده خضراء. حد شاف اي اي جهاز كهرباء، اي حتى لو ماوس، حتى اي حاجه، حتى لو فلاشه، فيها شريحه خضراء كده. الشريحه الخضراء دي اسمها السيليكون سلايدز، سيليكون سلايد. ماشي. السيليكون سلايد ديت انا بعمل بيها الالكترونكس، اي حاجه الكترونيك دلوقتي موجوده بعملها بالايه، بالسيليكون سلايد. انا بحول الساند للسيليكون سلايد عن طريق الويك نوكلير فورس، عن طريق رياكشن معين. نمبر 3 بيقول لي ايه؟ ساينتفك ريسيرشز. ممكن استخدم الويك نوكلير فورسز عن طريق في الساينتفك ريسيرشز. يعني ايه ساينتفك ريسيرشز؟ ساينتفك ريسيرشز يعني ابحاث علميه. وكلمة scientific research معناها يا شباب إن حاجة مش موجودة، حاجة ما اكتشفتش لغاية دلوقتي، مفيش حد اكتشف حاجة معينة. زي مثلا الدواء للكورونا، خلاص ابتدت الدول دلوقتي تعمل أبحاث علمية ازاي يعملوا فاكسين ضد الايه، ضد الكورونا. ده اسمه scientific research، ده اسمه بحث علمي، حاجة لسه ما اكتشفناهاش نبتدي نعمل لها scientific research عشان نكتشفها، خلاص، او نعمل حاجه جديده ما كانتش موجوده قبل كده. الويك نوكلير فورسز ممكن تساعدنا في كده. الويك نوكلير فورسز ديت يعني زي اجهزه الاشعه، في اجهزه اشعه ممكن بتعتمد على الويك نوكلير فورسز. لو انا عايز اشوف مثلا، عايز اشوف ميكروب صغير، عايز اشوف فيروس صغير، الاجهزه بتاعت اللي بتعتمد فكرتها على الويك نوكلير فورسز تقدر تساعدني في الكلام ده. فبيقول لي كمان بوينت هنا ان ايجيبت سيكس، يعني كانت تامل، طبعا هو ما فيش الكلام ده دلوقتي، تو يوز نوكلير انرجي، ان هي تعمل محطه طاقه نوويه تو برودوس او ان برودوسينج ايه، الكتريستي، ان برودوسينج الكتريستي. مفهوم الحته ديت بتاعت الايه، النوكلير فورسز. وبيقول لي طبعا طب مثلا هم ليه ما رضوش يعملوه؟ تقريبا هو الفكره ما كملتش، او تقريبا الاليمنتس اللي احنا عايزينها مش موجوده، او تقريبا كان في دول متفقين معاها تساعدنا في الموضوع دوت ما كملتش. يعني تاريخ الحكايه ديت مش، يعني اللي بيسافر من اسكندريه المطروح هيشوف في منطقه الضبع ديت في سور كبير كده. انا مثلا انا دايما بشوف بيبنوا، يعني سور طويل جدا، سور طويل جدا، كانوا ناويين ان هم فعلا، بس الكلام ده من وانا صغير، ماشي، ده السور ده لسه موجود. تقريبا الفكره ما كملتش، ما يعني ايه الاسباب مش متذكرها بصراحه. شكرا. طبعا النوكلير فورسز يا شباب بيقول لي نتيجه ان الاتوم ستورز ا ماسيف اماونت اوف انرجي انسايد الايه، النوكليوس بتاعتها، عشان كده سموها ايه، نوكلير فورسز. يبقى احنا اخذنا يا شباب السترونج ممكن بستخدمها في الميليتري بيربسز، الويك ممكن استخدمها في الميديسن، وممكن استخدمها في الاندستري. ممكن تحول لي الساند السيليكون سلايدز الاندستري على فكره، وليها حاجات تانية يعني. ممكن استخدمها طبعا في الساينتفك ريسيرشز، ساينتفك ريسيرشز، ماشي كده. دلوقتي كمان ممكن بيستخدموا النوكلير انرجي ان هم يقتلوا الافات بتاعه المحاصيل الزراعيه عن طريق نوكلير انرجي، اشعاعات بتطلع، يعني ليها استخدامات كتيره. لو عايز اطلع روكت، لو عايز اطلع روكت في السبيس بيعتمد طبعا على السترونج نوكلير فورس. تخيل في روكت، تخيل الارث عليها روكت، عليها روكت، وعايز يطلع السبيس يمشي عكس الجرافيتي. تخيل كده الموضوع، راكت كبير، تقلب فورس كبيره جدا عشان بالظبط، محتاج فورس كبيره. وبالتالي ما ينفعش ادي للراكت دوت شويه بنزين اقول له اطلع بعيد عن الارث، ما ينفعش. بدي له حاجه اسمها نوكلير فيول، نوكلير فيول، ماشي. نوكلير فيول دوت بيقدر يدي للراكت فورس كافيه ان هي تمشي
against gravity. ماشي؟ لا ليها استخدامات كتيرة النوكلير فورس، بس هو ده اللي موجود في الايه في المنهج. طيب يبقى احنا اخدنا ايه من اليونيفرسال فورسز؟ خدنا الاتراكشن فورس اللي هي زي الجرافيتي. ماشي، الجرافيتي اللي ما بين الصن والارث، ما بين الارث والمون، ما بين البوديز والارث. ماشي، دي اتراكشن فورس، واخدنا النوكلير فورس. ايه كمان موجود في اليونيفرس؟ عندنا ثالث حاجه، حاجه اسمها the electromagnetic force. Electromagnetic forces. الاسم ده جاي منين؟ طبعا احنا عارفين يا شباب، اهو نمبر 3 نكتبه كده اهو، electromagnetic forces. Electromagnetic forces. الاسم دوت من واضح كده ان في علاقه ما بين ايه وايه؟ ها؟ الالكتريستي فورس. الالكتريستي وايه كمان؟ والماجنت. بالظبط، الالكتريك انرجي والايه؟ والماجنتيك انرجي. الالكتريك انرجي والماجنتيك انرجي. الماجنتيك انرجي دي اتراكشن فورس. ماجنتيك انرجي ديت او الماجنتيك فورس هي ايه؟ اتراكشن فورس. ماشي، هل في علاقة ما بين الالكتريستي والماجنتيزم او الماجنتيك فورس؟ طبعا في علاقة، وطبعا اخذناها دي في جونيور 5، العلاقة ما بين الالكتريستي والماجنتيزم او الالكتريك انرجي والماجنتيك انرجي. طبعا كان في عالم اسمه فاراداي اكتشف لنا ان في علاقة ما بين الكهرباء والماجنت، وقال ان انت ممكن تعمل ماجنت عن طريق الكهرباء، وممكن تعمل تطلع الكتريستي عن طريق ماجنت، ممكن دي تطلع دي او العكس. خلاص، طيب احنا بنتكلم على اليونيفرسال فورسز، هل في الكتروماجنتيك فورسز في اليونيفرس؟ طبعا احنا قلنا الكترو جايه من الكتريك انرجي، وماجنتيك جايه من ماجنتيك انرجي. فبيقول لي في النيتشر ممكن تلاقي ثاندر او لايتنينج. عارفين ال lightning؟ ايه ال lightning دوت؟ برق، اللي هو البرق. ايه البرق ده؟ حصل ازاي البرق ده؟ ده حصل طبعا، يعني يمكن تكونوا سمعتوا الكلام ده وانتوا صغيرين، بيحصل نتيجة ان في سحب بتربط في بعض، بيحدث كهرباء. ايه اللي بيحصل؟ السحب ده بيبقى عليها charges. خلاص، positive مثلا بتبقى charged، السحب دي بتبقى charged. خلاص، وهنا positive برضو positive. ماشي، ممكن كمان واحدة كمان يبقى عليها negative عادي. ماشي، فيحصل ما بين السحب دي بيحصل attraction force ما بين البوزيتيف والنيجاتيف، او ريبالشن فورس ما بين البوزيتيف والبوزيتيف لو قربوا من بعض. فاول ما بيعملوا الاتراكشن او الريبالشن دوت بيحصل اللايتنينج، بيحصل البرق. تمام كده يا شباب؟ وبالتالي كلمه الكتروماجنتيك فورس معناها ماجنتيك معناها اتراكشن، ماجنتيك معناها اتراكشن، الكترو يعني اتراكشن ما بين الالكتريك تشارجز، attraction ما بين الالكتريك charges. ماشي كده يا شباب؟ دي من هنا جت كلمه electromagnetic force اللي موجوده في اليونيفرس. ولما اكتشفنا ان في علاقه ما بين الالكتريستي والماجنتيزم، لما اكتشفنا العلاقه ديت من اليونيفرس، ابتدينا نستخدمه الكلام دوت ان احنا نولده كهرباء عن طريق الماجنت، او ماجنت، او انا اسف، او اعمل ماجنت عن طريق الالكتريستي. طيب نبتدي ناخده ايه الحاجات ديت؟ هنبتدي نتكلم، انا خلصت النوكلير فورس على فكره، احنا بس اللي هنتكلمه عليه بالتفصيل الاتراكشن والالكتروماجنتيك فورسز. بيقول لي بس ايه نوت، النوت ديت ان الفورس ديت ما بتتشافش. هل الفورس اللي بتشدني للارث حد بيشوفها؟ محدش بيشوف، اتشافش الفورس. لو انا حطيت ايرون نيل جنب ماجنت،
هل حد طبعا الماجنت هيشد الايرون نيل، هل الماجنتيك فورس ديت بتتشاف؟ طبعا ما بتتشافش. لكن انا عرفت منين ان في فورس؟ عرفت منين؟ عرفت منين؟ انا عرفت من الايفكت بتاعها. لما لقيت نفسي بتشد قلت يبقى اكيد في حاجه خفيه، في قوه خفيه بتشدني. لما لقيت الايرون بيتشد للماجنت قلت اكيد في حاجه خفيه بتشد الايه، بتشد الايرون، حاجه مختفيه بتشد الايه، بتشد الايرون. وبالتالي يا شباب احنا بنقوله الفورسز ديت هي cannot be seen، لكن انا بعرفها من الايفكت بتاعها، بعرف ان في فورس من الايه، من الايفكت بتاعها. هو بيقول لي these forces cannot be seen in nature but we can feel them، نقدر ايه نحس بيها. احنا عرفنا منين ان في فورس؟ عن طريق ان احنا حسينا بيها، عن طريق الفينومينا، الظواهر اللي بتحصل حوالينا، زي الاتراكشن اوف اوبجكتس تو ايرث، اتراكشن اوف ايرون تو ذا ماجنت، اللايتنينج والايه والثاندر. شفنا حاجات بتحصل في الطبيعه حوالينا فعرفنا ان في فورسز. طيب هنتكلموا على الاتراكشن فورس، هنتكلموا بالظبط في الاتراكشن فورس، مش اي اتراكشن، هنتكلموا على الجرافيتي اللي الارث بتشدنا بيها، وهنتكلموا على الالكتروماجنتيك فورس. طيب ركزوا لي في الحته ديت بتاعه الايه، بتاعه الاتراكشن فورس او الجرافيتي بتاعه الارث. هنتكلموا على الايه، الاتراكشن، والحته ديت مهمه واخدنا عنها خلفيه في جونيور 6 على فكره، الاتراكشن فورس. هنتكلموا بالظبط في الاتراكشن فورس، مش اي اتراكشن، هنتكلموا على the earth's gravity، the earth's gravity to the objects. سؤال بقى، انتوا طالعين من جونيور 6 يعني المفروض ايه عارفين اللي انا هسأل فيه دلوقتي، المفروض يعني. هو انا شايف حاجة بس مش عارف صح ولا غلط. اللي هي؟ الويت. ايوه. اللي هي ماس تايمز جرافيتي اكسلريشن. ده صح، اللي احنا كنا بناخدوه السنة اللي فاتت، ماس تايمز 10. صح. طيب أنا عايز أسأل سؤال دلوقتي. لو أنا عندي، لو أنا معايا، أنا أهو شايل كورة، الكورة ديت مربوط فيها خيط. ماشي، واقع منها خيط كده، وجعيل صغير من تحت راح شد الكورة كده، شدها لتحت، هنحس الكورة تقلت ولا بقت خفيفة؟ تقلت. طب لو جم عيلين يشدوا هتتقل أكتر. هتتقل أكتر، يبقى كل ما بيكون الشد أكتر لتحت كل ما بحس بالتقل، كل ما بحس بالتقل أكتر. ماشي، التقل يا شباب، الهيفينس، هو اللي بنسميه في الساينس عندنا الويت، بنسميه الويت. يعني ايه؟ يعني انا مثلا كده اهو، ده كده مستر جوزيف، انا الماس بتاعتي 60 مثلا 60 كيلو جرامز. خلاص، الماس بتاعتي قد ايه؟ 60 كيلو جرامز. لو أنا وقفت على الأرث تبقى الماس بتاعتي قد إيه؟ حد عارف؟ 60 تايمز 10. ها، إيه رأيكم الماس بتاعتي تبقى قد إيه؟ 60 تايمز 10. 60 تايمز 10 ولا 60 برضه؟ ولا 60 بس؟ 60 بس. الماس هتبقى 60 بس. يعني إيه ماس؟ الماس يا شباب هي الاماونت اوف ماتر، هي الماتر، هي البونز بتاعتي، المسلز بتاعتي، البلاد بتاعي، الاورجنز بتاعتي. طالما الحاجات دي ما اتغيرتش يبقى الماس ما اتغيرش. الماس هي الاماونت اوف ماتر، مش التقل. الماس مش التقل، الكيلو جرام ده يا شباب الماس بيعبر عن الاماونت. طيب لو انا رحت على المون، ها الماس بتاعتي هتبقى قد ايه؟ 60 برضه. 60 برضه، هتبقى 60 برضه. طب لو رحت في السبيس
60. هتبقى الماس بتاعتي ايه؟ 60. حلوة قوي. يبقى الماس بتاعتي فضلت زي ما هي 60 كيلوغرامز. الاماونت بتاع البلد والمسلز والبونز والاورجنز ماشي، كل دول فضلوا زي ما هم، وبالتالي الماس بتاعتي فضلت زي ما هي. لكن لو رحت على الأرث بلاقي الأرث بتشدني جامد، لو رحت على المون هلاقي الأرث، هلاقي المون بيشدني برضو بس أخف شوية، لو رحت في السبيس مش هلاقي حد بيشدني حد بيشدني. وبالتالي نفس ال 60 كيلو جرامز دول اللي مرة كانت على الأرث، مرة كانت على المون، مرة كانت في السبيس، مرة هنلاقي الويت بتاعي وهو على الأرث 600 نيوتن. الويت بتاعي هيبقى 600 نيوتن. هنا على المون هلاقي الويت بتاعي هبقى خفيف. هبقى خفيف ليه؟ هو أنا نقصت بونز ولا حاجة؟ لا. أمال إيه؟ ليه بقيت خفيف؟ عشان الجرافيتي. عشان عشان قوة الشد قلت. ماشي؟ اللي كان بيشدني بقى إيه؟ بقى ضعيف. فالويت بتاعي بيبقى 100 نيوتن. طيب هنا في السبيس مين بيشدني؟ عنديش ويت أصلا، ما عنديش، فبقى زيرو. فالحالة ديت كنا بنسميها في جونيور 6 بتاعت السبيس بنسميها الويتلسنس. ويتلسنس يعني انعدام الويت، ما بيبقاش فيه ويت. ايه ده حاجة غريبة، ده نفس الماس ال 60 كيلو جرامز مرة كانت، لأن الماس كونستنت ما بيتغيرش. الماس بالظبط، الماس كونستنت ما بيتغيرش. مين اللي بيتغير؟ هو الويت. الويت بقى نتج عن ايه؟ تقلي نتج عن ايه يا شباب؟ ها الويت بتاعي، الويت ها نتج عن الجرافيتي قوة الشد. قوة الشد لا بلاش ايه يعني، عايزين في الساينس واحنا بنتكلموا نتكلموا بمصطلحات دقيقة شوية. لا مش نتيجة حاجة اسمها الفورس اوف جرافيتي. فورس الاتراكشن برضو، الاتراكشن فورس بالظبط. الفورس اوف ايه؟ جرافيتي. الفورس اوف جرافيتي ديت بنديلها الرمز انا، يعني احنا ساعات بنستخدمها اف زي الاف جي الجرافيتي. كل ما كانت الجرافيتي اللي بتشدني كبيره هتعمل لي ويت كبير. يعني لما الارض تشدني جامد فتقلني جامد، المون شدني بالراحه خلاني خفيف شوية، السبيس مش حاجة شدتنيش يبقى ما عمليش ويت أساسا، أنا مش تقيل. يعني أنا دلوقتي لو هنا في السبيس أنا جوه سبيس كرافت ماشي، لو أنا مثلا نطيت مش هنزل، مفيش حاجة هتشدني. لو أنا نطيت مفيش حاجة هتشدني لتحت، مفهوم؟ يبقى الويت بتاعي هو إيه؟ بصوا يا شباب، كل ما يزيد الاتراكشن فورس او الجرافيتي هتزيد الويت. لو قل الجرافيتي تقل الويت. طب لو مفيش جرافيتي خالص مفيش ويت، يبقى مين الويت؟ الويت هو الفورس اوف جرافيتي. كل هو نتيجه الفورس اوف جرافيتي. ماشي؟ تاني، لو الفورس اوف جرافيتي زادت الويت يزيد، لو الفورس اوف جرافيتي قلت الويت يقل، لو مفيش خالص يبقى مفيش خالص، يبقى الويت هو الفورس اوف جرافيتي او ناتج عن الفورس اوف جرافيتي. ها صعب الكلام ده يا شباب؟ صعب اللي انا بقوله؟ لا يا مس. لا يا مس. جميل جدا. فبيقول لي earth attracts objects to its center. بصوا كده بيقول لي by a force، الأرث بتشد الأوبجكتس للسنتر. أنا هتكلم على حكاية السنتر دي دلوقتي بس. لول كور نعم؟ لول كور؟ لا يعني أنا هو صح، هو الكور، بس أنا مش هي مش القصة إن أنا أقصد الكور نفسه، المكونات بتاعت الكور هقول لكم دلوقتي، هكلمكم على السنتر دي. نرجع تاني بس، ان الارث attracts object to its center. بيقول لي by a force called، هي الارث بتشدني بفورس اسمها ايه؟ اسمها ويت؟ ويت لا اسمها ويت؟ بالويت حاجه غريبه. هي بتشدني بفورس اسمها force of gravity، force
صح؟ مش منطقيا كده؟ مش المفروض كنت اكتب كده في المذاكره؟ المفروض الايرث بتشدني بفورس اوف جرافيتي، بس لما الايرث شدتني عملت لي ايه؟ عملت لي ويت. ماشي؟ وبالتالي احنا بنعتبر الفورس اوف جرافيتي هي الويت، او الويت بتاعي بيعبر عن قد ايه الجرافيتي اللي شدتني. الويت بتاعي بيعبر عن قد ايه الجرافيتي اللي شدتني. كل ما اكون تقيل اكتر ده معناه ان الايرث شدتني اكتر. مفهومه؟ عشان كان من المنطق ان انا اكتب ان الايرث بتشدني بالفورس اوف جرافيتي، دي صح برضو، دي صح خلاص. فراحت عملت لي ايه؟ ويت. فبيقول لي الاوبجكتس ويت عباره عن ايه او ناتج من ايه؟ بيقول لي هو الاتراكشن فورس بتاعه الايرث اللي بتشد الاوبجكت. ماشي؟ هو الاتراكشن فورس اوف ذا ايرث تو ذا اوبجكت. خلاص. او بيقول لي اتس ذا ابيليتي اوف ذا ايرث تو اتراكت اوبجكتس. بيقول لي ايه؟ تو اتس سنتر. تعالى نتكلم على حكايه الايه؟ السنتر ديت. كنت من شويه قلت لكم ان نيوتن قال ان اي تو ماسز في الدنيا اهو، اي تو اوبجكتس في الدنيا فيما بينهم ايه؟ فيما بينهم اتراكشن فورس، صح؟ فيما بينهم اتراكشن. فيا ترى دلوقتي الصن لما تيجي تشد الايرث تشدها منين؟ تشد الايرث من هنا من فوق ولا من تحت ولا من الشمال ولا من اليمين؟ ايه رايكم؟ يمين فوق تحت ها شمال، تشدها منين؟ كل حته بتشدها من كله يا مستر، لان الارض لما هو كله على بعضه. فهو بيقول لي ايه؟ صح، هو المفروض كله على بعضه. فبيقول لي اقوى حاجه هتلاقيها من الشمال يا مستر. فبيقول لي لو اعتبرت ان الايرث دي بوينت، لو اعتبرتها ان هي بوينت كده، والبوينت دي عماله تكبر، فاساسا قوه الشد كانت منين؟ من البوينت دي، من السنتر. مثلا هي جوه بتبقى اكبر جرافيتي جوه، وبعدين تبدا تقل كل ما يطلع بره. صح، بس معلش ركزي، صح اللي انت بتقوليه ده صح. انا بس عايز اوصل لبوينت معينه. نيوتن لما قال في اتراكشن، قال الاتراكشن ما بين الاوبجكتس بتبقى ازاي؟ بتبقى ما بين السنترز، ما بين الايه؟ السنترز. يعني الصن بتشد الايرث من اللي فين؟ من السنتر بتاع للسنتر. من السنتر للسنتر. يعني ما ينفعش الصن تشد من هنا، او ما ينفعش تشد من هنا، ما ينفعش تشد من هنا. ماشي؟ فبنقوله من السنتر للسنتر. طب لما الايرث تشد المون، يشدوا بعض منين؟ برضه من السنتر للسنتر. ماشي؟ الاتراكشن ديت اليونيفرسال attraction force بتبقى ما بين the centers of object. ماشي؟ نيوتن قال ان اي two objects في الدنيا بيشدوا بعض، بس بيشدوا بعض من ايه؟ من the centers بتاعتهم. ماشي؟ طيب، وبالتالي انا لما باجي attracted، انا لما ببقى attracted للearth، انا بتشد لفين؟ بتشد ناحية الايه؟ center. هل السنتر فيه magnet يعني؟ لا. لا، هو ما فيهوش ماجنت على فكره، هي القوه الطبيعيه كده. القوه الطبيعيه كده ان الماسز بتشد بعض من السنترز. ماشي كده؟ ما فيش عشان ايه بس ايه؟ احنا زمان كنا نقوله للصغيرين، لما انتوا مثلا كنتوا في جونيور 6 كنا نقوله بس ايه؟ زي في ماجنت كده في السنتر فهو بيشدني. خلاص؟ لكن ناخدوها بقى، ناخدوا المعلومه الصح بقى، ان اي تو ماسز في الدنيا ليهم سنتر، السنترز ديت بتشدني، بيشدوا بعض من الماسز ديت، بتشد بعض من السنترز. يعني لو دي الايرث وانا اهو، اتشد منين؟ اتشد من راسي كده لهنا، ولا اتشد من رجليا لهنا، ولا اتشد منين؟ ايه رايكم؟ السنتر من السنتر للسنتر، يعني من السنتر بتاع البادي للسنتر بتاع الايرث. ماشي؟ دي الاتراكشن. خلاص؟ اللي ما بين الايرث والبوديز. لو الايرث والسن من السنتر للسنتر، من الايرث والمون من السنتر للسنتر، اي تو ماسز في اليونيفرس. خلاص؟ وبالتالي بيقول لي ايه؟ في ديفينيشن كده بيقول لي حاجه اسمها ذا اوبجكتس
center of gravity. The objects, center of gravity. يعني ايه؟ يعني السنتر بتاع الاوبجكت اللي بيتشد منه. السنتر بتاع الاوبجكت اللي ايه؟ اللي بيتشد منه. بيقول لي هو عباره عن ايه؟ بيقول لي هي point at the center of the object. او هي السنتر بتاع الاوبجكت. اللي بيحصل فيها ايه؟ اللي بتشد منه. بيقول لي at which the force of gravity affects the, the object. اللي منه الايه الفورس اوف جرافيتي بتشد الاوبجكتس. صعب الكلام ده؟ لا. طيب حلو قوي. تعالوا ندخلوا بقى ايه؟ احنا اتفقنا لما الايرث بتشدني بتعمل لي تقل، بتقلني، بتعمل لي ويت. تمام كده؟ احنا كنا واخدين الرول دوت في ايه؟ في جونيور 6، بس كنا واخدينه ماس تايمز 10. ماس تايمز ايه؟ 10. دلوقتي انا اعرفه ان ال 10 ديت مش عارف مين اللي بيعمل شوشره في المايك. محدش يقلب صفحات يا شباب واحنا بس ايه بنشرح عشان بتعمل شوشره. خلاص الويت، الويت يا شباب بتاعنا كنا واخدين قانون ليه الماس تايمز 10. ماشي ال 10 ديت هنعرفه دلوقتي ان حاجه اسمها acceleration. حاجه اسمها ايه؟ acceleration. طبعا يعني ايه acceleration؟ هتاخدوها في ميدل 3. عليكم بس تعرفوا اسمها. ان حاجه اسمها، حاجه اسمها Earth's gravity acceleration. Earth's gravity acceleration. او acceleration due to gravity. ممكن نقولوا عليها acceleration due to gravity. Due to gravity. شباب في حد بيعمل شوشرة في المايك؟ اللي بيعمل شوشرة في المايك ممكن يقفله. ماشي اهو تاني كده. ايه القانون بتاع الويت؟ اتفقنا ان الاتراكشن بتشد الاوبجكتس فتعمل لي ايه؟ فتعمل لي ويت. ايه القانون بتاع الويت؟ ان الويت كنا واخدينه برضو الويت equals mass times 10 times a 10. ال 10 ديت حاجه اسمها يا شباب acceleration due to gravity. دي اسمها acceleration due to gravity. انا ممكن افهمكم يعني ايه acceleration due to gravity ببساطه، بس هي طبعا مش علينا يعني. acceleration due to gravity. واليونت بتاعتها، اليونت بتاعتها بتتقاس بحاجه اسمها متر بير سكند. متر بير سكند ده سبيد. متر بير سكند سكويرد. دي كده اليونت بتاعت حاجه اسمها ايه يا شباب؟ حاجه اسمها acceleration. ببساطه كده ايه الاكسلريشن؟ هفهمكم. لما انا باجي ارمي اوبجكت من فوق مثلا، من عماره مثلا من 15 دور مثلا، خلاص رميت اوبجكت، ماشي الاوبجكت ده هيقع. قولوا لي كده وهو واقع هيسرع ولا يبطئ ولا بيمشي بيونيفورم سبيد؟ يعني سرعته هتبقى ثابته. هيسرع. هيسرع وهو نازل كل شويه عمال يسرع. فالتسارع بنسميه في الفيزيكس او بنسميه في الساينس بنسميه اكسلريشن. التسارع بيسرع بمعدل قد ايه؟ فلما اقول 10 متر بير سكند، 10 متر بير سكند سكويرد، دي معناها ان كل سكند، كل 1 سكند بيسرع 10 متر بير سكند. 10 متر. 10 متر بير سكند. ماشي؟ دي يعني لا يعني لو فهمتوها، يعني في اول في بدايه في بدايه الفولينج كان سرعته زيرو. بعد سكند بيبقى 10 متر بير سكند، سرعته بقت 10 متر بير سكند، بعد سكند كمان سرعته بقت 20 متر بير سكند. يبقى في كل سكند بيسرع 10 متر بير سكند. دي معنى كلمه acceleration يا شباب. ال 10 متر بير سكند سكويرد معناها ان هو لما بيجي يقع بيسرع 10 متر بير سكند في كل سكند. والتان ديت بنديلها الرمز جي، يعني بنكتبه القانون بالشكل ده. نكتبه الويت
W الماس بنكتبوها M والأكسلريشن due to gravity بنكتبوها G خلاص والجي ديت اللي هي equals 10 meter per second squared 10 ديت ده الرقم التقريبي لكن هي الجي أساسا equals 9.8 meter per second squared وapproximately بنكتبوها 10 10 meter per second squared ماشي دي الاي دي الجي طيب لو حبينا نقول مين اللي بيأثر في الويت لو قلت لكم امتى الويت بتاعي يبقى كبير وامتى الويت بتاعي يبقى قليل الجرافيتي فالمفروض هتقول لي الجرافيتي صح كده طيب انا سؤال بقى سؤال انا دلوقتي واقف على الارث دلوقتي انا ايه واقف على الارث لا مستر والماس كمان ثانيه واحده انا هو ده جوزيف ماشي وكنزي هي خلاص دي كنزي كنزي واقفه هنا ماشي هل شرط احنا الاثنين واقفين على الارث على فكره يعني مين اللي بيشدنا احنا الاثنين الارث ماشي يا ترى هل شرط ان احنا الاثنين يبقى لينا نفس الويت لا لا انا حسب الماس عشان كده مع ان خلي بالكم ده احنا الاثنين الارث بتشدنا احنا الاثنين زي بعض ايه رايكم بصوا لا يعني مثلا لما نيجي نعوض بالرول فهنكتب بالويت ايكوال حضرتك ممكن ويت معين وانا ماس معين ثاني وانا ماس ثاني برافو هنعملها في الجرافيتي اكسبشن تطلع رقم ثاني صح بص يا شباب هقول الكلام اللي قالته كنزي بقى بس بايه ببساطه شويه البلانتس احنا قلنا في الـ في الـ في الصفحه اللي فاتت ديت انا لما كنت على الارث كنت 600 نيوتن لما رحت على المون لقيت الويت بتاعي قل لما رحت في السبيس زيرو هو ايه المختلف من الارث للمون للسبيس الجي مختلفه عن الجي بتاعه المون مختلفه عن الجي الاكسلريشن دي تو جرافيتي بتاعه السبيس الجي بتاعه الارث ايكوالز 9.8 متر بير سكند سكويرد الجي بتاعه المون بتختلف تبقى ايكوالز 1.6 مش علينا النمبر ماشي 1.62 متر بير سكند سكويرد طب الاكسلريشن ديو تو جرافيتي بتاعه السبيس بكام بزيرو زيرو ليه لو انا نطيت انا مش هنزل اساسا مش هسرع انا هفضل طاير مفيش اكسلريشن خلاص كده يا شباب وبالتالي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي على الارث كانت كبيره فكان الويت كبير يبقى ايه اللي بيتحكم في الويت حاجتين طبعا لو احنا فرضا انا وكنزي عندنا نفس الماس وبنتاثر بنفس الاكسلريشن ديو تو جرافيتي هيبقى عندنا نفس الويت طب انا وهي واقفين على الارث يبقى احنا بنتاثروا بنفس الايه ها الجرافيتي اكسلريشن بالظبط اكسلريشن ديو تو جرافيتي طب لو ما عندناش نفس الماس يبقى ما عندناش نفس الويت بالظبط يبقى ايه اللي ممكن يتحكم في الويت بتاعي كم حاجه الماس اثنين الماس والجرافيتي والاكسلريشن ديو تو جرافيتي والاكسلريشن ديو تو جرافيتي بصوا يا شباب خلي كلامنا ايه دقيق شويه الجي ديت ما اسمهاش جرافيتي اسمها acceleration due to gravity ماشي كده؟ ها فانا دلوقتي هكلمكم على حاجه اسمها factors بصوا factors affecting weight يعني ايه اللي ممكن يخلي الويت كبير او يخليه صغير factors affecting weight ايه اللي ممكن يخليه كبير وايه اللي ممكن يخليه صغير يا كنزي لقطتك كنزي هي اللي بتعمل الشوشره دي بصوا فاكتور احنا
يا كنزي كنزي. نعم يا مسنس. في شوشرة في المايك عندك، فيعني معلش عشان الشوشرة دي ايه كل شوية بتحصل، خلي بالك بس. طيب القانون بتاع الويت بيقول mass times acceleration due to gravity. فأول حاجة بتأثر في الويت بتاعي هو الماس، هو الايه الماس، هو نمبر 1 هنتكلمه the object's mass. The object's mass، ودي ببساطة دي سهلة، مش هي دي اللي هطول فيها. التانية الجي هي اللي هتبقى تاخد مني وقت شوية. The object's mass يعني ايه؟ يعني زي ما كلمتكم كده من شوية، انا هو انا وكنزي، انا هو وكنزي هي، ماشي. انا الماس بتاعتي 70 كيلو جرامز وكنزي 40 كيلو جرامز مثلا، مين الويت بتاعه اكتر؟ اللي عنده ماس اكتر ولا ماس اقل؟ ماس اكتر. ماس اكتر، ماس اكتر. ده لو احنا على نفس الايه، لو احنا على نفس الارض، لو احنا بنفس الاكسلريشن ديو تو جرافيتي، ماشي كده. يعني تاني الاكسلريشن ديو تو جرافيتي اللي بتاثر علينا احنا الاثنين كام؟ 9.8 اللي هي approximately 10 متر بير سكند سكويرد. احنا الاثنين بنتاثروا بنفس الجي، لكن الماسس بتاعتنا مختلفه، وبالتالي الويت بتاع جوزيف equals الماس بتاع جوزيف تايمز الاكسلريشن ديو تو جرافيتي اللي ما اتغيرتش، والويت بتاع نخلي مثلا الويت بتاع الماس بتاعتي 80، عشان عايز اقول على حاجه هخلي الماس بتاعتي 80 انا، ماشي. حضرتك دبل كده. اه بالظبط جدع، لقيطه يا كنزي، لقيطه. خلاص الويت بتاع كنزي هو الماس بتاعت كنزي، خلاص تايمز الاكسل. يعني هجيب الويت بتاع كنزي واعمله تايمز 2. اه بصوا كده، فلو حبيت احسب الويت بتاعي انا، هيبقى الماس بتاعي اللي هو 80 تايمز 10 فيديني 800. ها الويت بيتقاس بايه يا شباب؟ نيوتن. بالنيوتن، خلاص كده. طيب ده بتاعي انا. طيب الويت بتاع كنزي هيبقى عباره عن 40 تايمز 10 تايمز 10 ايكوالز 400 نيوتن. ممكن اعمل 80 ديفايد باي 2، بس لو اعطيني الماس بتاع حضرتك الاول. انا عايز اقول ايه، لو هو مديني ويت اقدر اجيب الثاني لو هو دبل يعني. طبعا بص كده، انا عايز اطلع بايه من الحكايه دي. لو الماس كتيره، الماس كتيره الويت بتاعي هيبقى كتير، كل ما الماس تبقى كتيره الويت بتاعي يبقى كتير، ماشي. ولو الماس لما يقول لك if the mass is doubled is a double. ده اللي انا كنت عايز اقوله، انا الماس بتاعتي دبل الماس بتاعت كنزي، ايه اللي يحصل للويت؟ the weight will be double. بالظبط، the weight برضه will be doubled، will be doubled. ها مفهوم يا شباب الكلام دوت؟ ده سؤال what happened يعني، بس خلاص ال what happened خلاص خلص بقى زمانه. مختصر اللي انا عايز اقوله، لما الماس increases الويت increase، لو الماس increases to the double الويت increases to the double برضه. ها مفهوم الحته دي؟ جميل جدا. ندخله بقى على البوينت الثانيه، مين تاني حاجه بتاثر على الويت؟ gravitation. أو نمبر 2 هنتكلموا على الايه، the acceleration due to gravity
to gravity. دي أنا هتكلم عليها من كذا ناحية. الأكسليشن due to gravity اللي هي الجي. أنا دلوقتي هثبت الماس، أنا مش هغير الماس، أنا هثبت الماس عشان إيه؟ أعرف إيه تأثير الأكسليشن due to gravity على الويت. أنا هتكلم عليها من كذا نقطة. أول نقطة أنا كلمتكم فيها إن أنا لو كنت على الأرث دلوقتي، أدي جمانة أهي، دي كده جمانة، إذا برضو بالجي ماشي، جمانة كده واقفة على الأرث ومرة وقفت على المون، فإحنا عارفين إن الأكسلريشن ديو تو جرافيتي على الأرث 9.8 آه 6 تايمز بالظبط. الأكسلريشن على الأرث 9 متر per second per second squared، والأكسلريشن على المون equals 1.62. آه يا ترى يا ترى الويت بتاع جمانة هيبقى على مين أكتر؟ على الأرث بالظبط. الويت بتاع جمانة على الأرث هيبقى أكتر من الويت بتاعها، أنا مثبت الماس على المون، هي نفس الماس، هي نفس جمانة ماشي، فالويت بتاع جمانة على الأرث هيبقى أكتر من الويت بتاعها على الإيه؟ على المون. دي بوينت أنا اتكلمت فيها. طيب عايز أتكلم إيه تاني على الـ على الأكسليشن ديو تو جرافيتي؟ هل الأكسليشن ديو تو جرافيتي على نفس البلانت ممكن تتغير ولا لأ؟ هنا في الحالة الأولانية دي يا شباب أنا كلمتكم، أنا كلمتكم على different planets، هنا كده أنا كلمتكم على different different planets. ممكن يا مستر. هل بقى على نفس البلانت تتغير الاكسلريشن ديو تو جرافيتي؟ اه ايه رايكم؟ اه تتغير. انا رايي اه. ها تتغير ازاي؟ ممكن ازاي تتغير؟ يعني مثلا لو مستر انا ايوه ابتديت اقع من ليفل تحت وحضرتك فوقيه مثلا. اه انت بتقولي صح بس مش عارفه تعبر، يعني انا اقرب. انت بتقولي صح بس مش عارفه تعبر. ايوه مش خلاص. طيب جميل، تعال نتكلموا. انا هنا في اول حلقه اتكلمت على different planets، تعال نتكلموا على the same planet. ده ايه؟ on the same on the same. تقريبا لو انا اقرب للسنتر من حضرتك. ايوه بالظبط بالظبط. احنا قلنا الاتراكشن بيحصل ما بين ايه وايه يا شباب؟ ما بين السنترز، ما بين السنتر بتاعي والسنتر بتاع الارث، صح كده؟ ما بين السنتر بتاعي والسنتر بتاع الارث. وكل ما كانت الديستانس ديت كبيره، كل ما كانت الاكسل، كل ما كانت الجرافيتي اللي بتشدني. ها ايه رايكم؟ ضعيفه ولا كبيره؟ الديستانس كبيره يبقى الجرافيتي ضعيفه. ضعيفة. تخيل كده معاك ماجنت وحطيت جنبه مسمار، جنبه هيشده جامد، لكن كل ما تبعد المسمار عنه يبقى الاتراكشن فورس اللي بتأثر على المسمار تبقى ضعيفة. صح كده؟ صح ولا ايه؟ مسمار جنب ماجنت لو قريب منه الديستانس قريبة يشده، شده جامد، كل ما بعده خلاص الاتراكشن هيشد اكتر بتروح. بالظبط. وبالتالي الاتراكشن اللي ما بين السنترز بتاعه الماسز خلاص كل ما بتضعف، كل ما الديستنس ما بين السنترز تزيد بتضعف، كل ما بين السنترز تزيد. فهنا انا هتكلم على تو بوينتس. ايه اول بوينت؟ الارث شكلها ازاي؟ هل هي سفير؟ هل هي سفير ولا عبارة عن أوفل؟ أوفل شيبد. ها إيه رأيكم؟ هل هي سفير؟ هل هي كروية؟ أو كروية سفير. أوفل يا مس. أوفل. ما خدتوش في الدراسات مش عارف يقول لك ان لا سفير في الدراسات خدناها سفير ان هي مش عارف مفلطحة من عند القطبين ومنبعجة من عند خط الاستواء. يعني شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل كده.
ده بنسميه نون سفيريكال شيب، يعني هي مش سفير قوي، هي ايه مش سفير، ده كده دي الارض، فده بنسميه ذا نون سفيريكال شيب، نون سفيريكال شيب بتاع الارض. عمل ايه النون سفيريكال شيب ده؟ عمل حاجه غريبه. بصوا كده الديستنس او الراديوس من السنتر للاوبجكتس اللي عند الاكويتر، مش ده اسمه خط الاستواء اللي هنا ده؟ الاكويتر ده اسمه الايه؟ الاكويتر. خلاص، فالديستنس ما بين السنتر وما بين الاوبجكت اللي عند الاكويتر اكيد هتبقى مش زي الديستنس ما بين السنتر والاوبجكت اللي عند البول. يا ترى مين اللي هيبقى اقرب من السنتر؟ اللي عند البول ولا اللي عند الاكويتر؟ الاكويتر اقرب. الاكويتر. الاكويتر اقرب. ازاي؟ لا مش البول، اقرب. اللي عند البول اقرب، ولا عشان كنز شاطره بتمشي وراها يعني؟ لا اللي عند البول. بصوا كده، بصوا الديستنس دي، دي كبيره. قصدك بالديستنس مش اللي هو بالطول، مش اللي هو ورا بعض. تاني بص، انا قلت ايه؟ مين اللي اقرب، اللي عند البول ولا اللي عند الاكويتر؟ انتوا قلتوا لي الاكويتر، ينفع كده من الشكل اللي انا رسمه ده كده؟ لا البول. لا عند البول اقرب، اللي عند البول اقرب، ده اللي اقرب من السنتر، وبالتالي الويت بتاع الاوبجكت اللي عند البول هيبقى اكبر ولا اصغر من الويت اللي عند الاكويتر؟ ايه رايكم؟ الويت اللي عند البول هيبقى اكبر، هيبقى اصغر من اللي عند الاكويتر. اللي عند البول هيبقى اكبر، اكبر من اللي عند البول، اكبر من اللي عند الاكويتر، ده لو كان نفس الماس. ليه لان الاكسلريشن جرافيتي بتتغير، الاكسلريشن ديو تو جرافيتي بتتغير، ماشي، على حسب الايه؟ الديستنس من السنتر. اقول لكم اكزامبل كمان. يبقى ممكن الويت بتاع الاوبجكتس وهم على نفس البلانيت يتغير الويت، وهم على نفس السيرفس بتاع البلانيت. ليه؟ لان الديستنس ما بين الاوبجكت والسنتر بتتغير من مكان لمكان، من البول للاكويتر. خلاص، فهنا الاكسلريشن ديو تو جرافيتي عند البول بتبقى 9.8 او اسف 9.9، ماشي، عند الاكويتر بتبقى 9.7 عند الاكويتر، الافريج ما بينهم 9.8، ماشي، يعني 9.8 ديت مش على كل الاماكن، لا دي قيمه ايه؟ دي افريج. ال 9.8 دي القيمه دي ايه؟ افريج، من عند البول 9.9 عند الاكويتر 9.7. مفهوم الحته دي؟ يبقى ليه الويت اتغير؟ عشان الاكسلريشن ديو تو جرافيتي اتغيرت. ادي لكم كمان اكزامبل، ادي عندي الارث، بس معلش اسمحوا لي ارسمها ايه؟ سفيريكال، متعودين نرسموها سفيريكال يعني، بس هي طبعا عندها نون سفيريكال شيب. خلاص، فبيقول لي لو في واحد واقف هنا على الارث، الويت بتاعه هو على الارث فرضا 600 نيوتن، لو طلع في طياره، طلع في ايه؟ في طياره، ماشي، يا ترى الويت بتاعه في الطياره، جوه الطياره هيبقى قليل، اقل من هيبقى اقل من ايه؟ اقل من 600. عشان الجرافيتي اكسلريشن بالظبط. يبقى هنا as the distance، as the distance نقدر نقوله بقى في as the distance from the center of the earth increases as the distance weight decreases. بالظبط، as the distance from the center of the earth، كل ما تزيد ال distance ما بين ال center of the earth، as the distance from the center of the earth increases، اللي يحصل the weight، the object's weight increases، the object's
weight increases. ايه ده ايه ده؟ محدش عايز يصلح لي؟ the object's weight decreases. decreases. كل ما تزيد ال distance من the center of the earth كل ما ببعد عن ال attraction كل ما او ما كل ما تضعف ال attraction ما بيننا كل ما ال weight بتاعي يقل لان ال weight بتاعي هو نتيجه لل attraction. ها صعب الكلام دوت؟ يبقى اخذنا ال factor affecting weight هم عباره عن حاجتين الماس والايه؟ والacceleration due to gravity. انا هشوف بس لو انا فوتت اي بوينت معينه وهو دي انا قلتها وchanges from a place to another والearth's gravity معلش الearth's gravity هنا is less stronger عند الاكواتور than the two poles. مش واخدين بالكم من البوينت بي ديت ان الearth's gravity طالما الacceleration قلت يبقى الgravity هتقل. الearth's gravity is less stronger at the equator than the poles. Where number C, the object's weight changes from a place to another. عشان الجرافيتي بتتغير, الاكسيشن due to gravity بتتغير من place to another. Number three دي برضو انا قلتها ان الماس is always a fixed value. لما قلت لكم 60 كيلوغرامز على الارث هم هم على المون هم هم في السبيس. الماس doesn't change by changing the place. ها في حاجه صعبه يا شباب في الاتراكشن فهمنا الويت والاتراكشن والارث جرافيتي والاكسلريشن مفهومه كويس مفهومه اه والله وحطوا في دماغكم خلي بالكم الكلام اللي بره المنهج ده هيساعدكم برضو تفهموا على فكره الكلام بتاع نيوتن ده كلام مهم ان اي تو ماسز في اليونيفرس ما بينهم اتراكشن ما بين السنترز ما بينهم في ايه في اتراكشن حتى ما بين السنتر بتاعي وما بين الترابيزه اللي جنبي دلوقتي ما بين السنتر بتاعي وسنتر الترابيزه بس طبعا الاتراكشن اللي ما بيننا ضعيفه جدا عشان كده مش باينه خلوا في دماغكم الكلام ده الكلام دوت علمي دقيق جدا ماشي هتفهموا ساينس مش هتبقوا ايه حافظينه بس طيب تعالوا نحله اوقف الريكوردنج كده نحله بالنسبه بقى للالكتروماجنتيك بالنسبه للالكتروماجنتيك فورسز طبعا الالكتروماجنتيك فورسز دي فورس موجوده في الطبيعه احنا هنستفيد منها وهنتعلم منها ان في علاقه ما بين الالكتريستي والماجنتيزم وبالتالي لما احنا لقينا ان في علاقه ما بين الالكتريستي والماجنتيك فورس قدرنا نعمل اجهزه بتعتمد على الفكره ديت ان الالكتريستي تقدر تعمل لي ماجنت والماجنت يقدر يعمل لي الكتريستي فبيقول لي مين هي الالكترو ماجنتيك فورس بيقول لي هي عباره عن ماجنتيك فورس هي عباره عن ايه ماجنتيك فورس بس مين اللي عاملها الماجنتيك فورس ديت الالكتريك كارنت بس بطريقه معينه تاني هي ماجنتيك فورس برودوسد باي الالكتريك كارنت بس معمول بطريقه معينه معمول بطريقه معينه ازاي produced by passing an electric current through a coil في ايه في كويل احنا ممكن نعمله الالكتروماجنتيك فورسز ديت عن طريق عن طريق كهرباء بتمشي في سلك فتعمل لي ماجنت او العكس فمديني ثلاث اجهزه فكرتهم بتعتمد على اللعبه ديت ايه اللعبه ديت ايه الثلاث اجهزه الالكتروماجنت والدينامو والالكتريك جنريتور نمبر 1 كده هكلمكم على الايه ذا الكتروماجنت اخذناه في جونيور 5 ذا الكتروماجنت الكتروماجنت في المدرسه طبعا خلينا البنات عندنا يعملوا لنا الالكتروماجنت ده كان يعني في بنات كتير عملوه الالكتروماجنت ده عباره عن ايه ده فكرته بسيطه خالص ده عباره عن مسمار ماشي ايرون نيل او بنقوله ايرون بار ممكن نقوله ايرون نيل او ايرون بار ونوع الايرون دوت بنسميه روت ايرون بيسموه بالعربي الحديد المطاوع مطاوع يعني مش ناشف يعني ممكن يتنى معايا ده بنقوله ايه ايرون نيل والايرون نيل دوت بنلفه حواليه سلك كابر واير فلما بنلفوا السلك حوالين النيل بالشكل ده
بنسمي السلك ده كويل، بنسميه ايه؟ كويل. يبقى انا عندي ايرون نيل وعندي ايه؟ كابر كويل. كابر ايه؟ كويل بالشكل ده، سلكه هو ليه طرفين ومتوصل ايه وملفوف حوالين المسمار. يبقى ده كده يا شباب اسمه روت، بنقوله عليه روت ايرون نيل. هعملها كده بال ده كده روت، او بنقوله عليه سوفت ايرون نيل، روت او سوفت ايرون نيل. ماشي. عندنا كمان ده كابر، كابر كويل. ليه انا سميته كويل؟ لانه هو كويلد حوالين الايرون نيل، خلاص. وعندي كمان يا شباب السلك ده اخره كده في هنا، متوصل من الناحيتين كده بباتري. في هنا عندنا باتري بالشكل ده كده، ماشي. ادي ايه؟ باتري. ده الالكترومغنت، واكيد عملتوه وانتوا صغيرين اكيد، يعني وانتوا جونيور 5 يعني، في ناس كتيره كانت بتحب تعمله. فبيقول لي ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انا عندي باتري، الباتري دي بتطلع لي ايه؟ بتطلع لي الكتريستي. فالالكتريستي بتمشي في السلك، الالكتريستي بتمشي في الايه؟ في السلك. ادي مشت كده ومشت في الايه؟ في الكويل، وعدت ايه ووصلت الناحيه الثانيه، لفت الناحيه الثانيه. يبقى في كهرباء دلوقتي ايه؟ ماشيه في السلك اهو، كهرباء ماشيه في السلك في الكويل. فايه اللي بيحصل لما الالكتريستي بتمشي في الايه؟ في الكويل؟ بيقول لي الكهرباء بتعمل حاجه اسمها ماجنتيك فيلد. ماجنتيك فيلد يعني، مش عايز ادخل في تفاصيل كبيره او افكركم يعني ايه ماجنتيك فيلد. هي مش دي اللي هي لما بقرب حاجه بقى حديد او اي ماجنت، قصدي اي ميتال بيلزق في المسمار، صح؟ هقول لك يعني ايه ماجنتيك فيلد. ده ماجنت عنده النورث بول والساوث بول. النورث بول والساوث بول اللي هما الماجنت دول حواليهم كده اريا بنسميها الماجنتيك فيلد. لو انا حطيت المسمار بره الماجنتيك فيلد ما يعملهوش اتراكشن، لو انا حطيت المسمار جوه الماجنتيك فيلد يعمل له اتراكشن. فكلمه فيلد معناها الارض بتاعه الماجنت، الارض بتاعه الماجنت. اي ماجنت ليه فيلد، ليه ماجنتيك فيلد، ماشي. نفس الكلام بيقول لي بقى لو السلك الكويلد، الكويلد واير دوت لما بيمشي فيه الالكتريستي بيبقى جواه ماجنتيك فيلد، بيبقى جواه ارض كده مغناطيسيه، يعني ارض بتقدر تشد الايه؟ البوديز، ماشي خلاص. فبيقول لي لو انا حطيت ايرون نيل جوه الماجنتيك فيلد ده، فده هيتحول لايه؟ لماجنت. الايرون نيل دوت ده becomes، بنقوله كده becomes a، ركزوا معايا في الكلمه دي، a temporary، a temporary magnet. يعني ايه a temporary magnet؟ يعني magnet مؤقت. يعني مش هيبقى على طول magnet، هو magnet في حاله بس ان في electricity، لكن by cutting the electric current أو by cutting the electricity the iron nail loses its magnetic force، ماشي. فبيقول لي ان الايرون نيل دوت becomes a temporary magnet called، اسمه electromagnet، called electromagnet. طب ايه اللي يثبت انه بقى magnet؟ نعمل ايه عشان نثبته ان ده بقى magnet؟ ايه رايكم؟ فقال لك هات ماجنتيك ماتيريال زي مثلا بيبر كليب، هات بيبر كليب كده وحطها كده قربها من الايرون نيل، ده كده بيبر كليب. البيبر كليب ده مش من ضمن الكومبوننتس بتاع الالكترو ماجنت، ها؟ الالكترو ماجنت الكومبوننتس بتوعه ثلاثه،
iron nail او soft iron nail او soft iron bar وكويل وباتري. ماشي؟ حدش يقول لي البيبر كليب ديت دي ايه؟ دي من الكومبوننتس بتاعت الالكترومغنت. البيبر كليب ديت عشان بس اختبر الايرون بقى ماجنت فعلا ولا لا. فطبعا لو حطيت بيبر كليب جنب الايرون نيل هلاقيه ايه؟ اتراكتد للايه؟ للايرون نيل. صعب الكلام ده يا شباب؟ ده الالكتروماجنت اللي كنا واخدينه واحنا صغيرين. لما الالكتريستي تمشي جوه الكويل بيحصل جوه الكويل ان بيتعمل ماجنتيك فيلد، ارض مغناطيسيه تقدر تشد الاوبجكتس. لو انا حطيت فيها ايرون هيبقى ماجنت، زي ما الماجنت ده حواليه اريا بقى الايرون ده حواليه اريا، فبقى الايرون زي الماجنت بالظبط. ماشي؟ مع عنده ماجنتيك فيلد اهو. فبيقول لي دي طبعا بنسميها الكتروماجنتيك فورس. الفورس دي ما بنسميهاش ماجنتيك فورس بس، دي بنسميها الكتروماجنتيك فورس. ليه سميناها كده؟ لان هي عباره عن ماجنتيك فورس ميد باي الالكتريستي. فكرته بتعتمد على ايه؟ على ماجنتيك فورس ميد باي ذا الكتريستي. تمام كده يا شباب؟ تمام اهو. فبيقول لي ذا الكتروماجنت، بيقول لي اتس ذا ماجنت ذات وركس باي ذا افكت اوف الكتريستي. هو مش ماجنت وخلاص، لا ده ماجنت معمول بالإفكت بتاعة الايه؟ الالكتريستي. والستراكشر بتاعه اخذناه الكابر واير والباتري والايرون بار. الايديا اوف وركينج، انا بيبقى عندي الكتريك انرجي وبحولها لايه؟ لماجنتيك انرجي. فدي بسميها الكتروماجنتيك فورس. ماشي؟ وده بيثبت، بيقول لي ان the electric current has a magnetic effect. الالكتريك كارنت has a magnetic effect، يعني الكهرباء ليها نفس التأثير بتاع الماجنت. has a magnetic effect، مش ليها electric effect وبس، لا دي ليها magnetic effect. وبيقول لي الاتراكشن دوت هيحصل اثناء مرور الكهرباء وبس. بيقول لي the root iron attracts iron filings. ايه الفايلنجز ديت؟ ممكن بدل ما اجيب بيبر كليبس احط باودر كده من الايرون، باودر من الايرون اسمه ايرون فايلنجز. الايرون فايلنجز دوت عباره عن باودر من الايرون. مالي؟ ماشي يا شباب؟ تمام. فبيقول لي ذا روت ايرون اتراكتس الايرون فايلنجز باي باسنج ذا الكتريك كارنت. لما الكهرباء بس تعدي. ليه؟ لان ساعتها لما الالكتريستي بتعدي في الكويل بيتحول الايرون انتو ايه؟ انتو ماجنت. هل ده بنستخدمه في حاجه؟ بنستخدمه فبيقول لي في الالكتريك بيلز. عارفين الجرس بتاع المدرسه؟ جرس المدرسه اول ما بدوس على الزرار بتبقى في حاجه عماله تخبط كده في الايه؟ في البادي بتاع الجرس. ده فكرته بتعتمد على الالكتريستي. اول ما اوصل الالكتريستي يشتغل، اشيل الالكتريستي يوقف التخبيط ده. او بستخدمه في الالكتريك وينشز which lift scrap iron and cars in imports. يعني بيقول لي لو عندي عربيات خرده في مينا، عربيات خرده وعايز انقلها، بعمل ايه؟ بجيب وينش. ماشي؟ الوينش ده في هنا ايه؟ واحد قاعد هنا وادي الونش ده كده. ماشي؟ الونش ده كبيرة كده، الونش ده في اخره في الكتروماجنت. خلاص؟ وادي في عربية مطبقة اهي. ماشي؟ عربية مطبقة. أنا عايز بنقل العربيات ديت، بعمل إيه؟ فيقوم الدرايفر اللي هنا اللي قاعد يوصل الكهرباء. اول ما يوصل الكهرباء يقوم ساحب العربيه اتراكتد. طب وبعدين يقوم موصلها للحته اللي هو عايز يوديها فيها ويقوم يفصل الكهرباء، العربيه تقع. ماشي؟ يوصل الكهرباء، تتشد العربيه، يفصل الكهرباء، العربيه تقع. فبستخدم الالكتروماجنت في الايه؟ في الونشز. ها مفهوم يا شباب؟ اه سهله.
جميل. ده أول حاجة بتعتمد على الإلكترومغناطيك فورسز اللي هي إيه؟ الإلكترومغنت، جهاز اسمه إلكترومغنت. في جهاز بقى ده اللي عمله عالم اسمه فاراداي. فاراداي طبعا مش علينا، الاسم كان علينا زمان، يعني حاجة اسمها الإلكتريك جنريتور. الجهاز ده كان زمان كده، قعدنا فترة من قيمة مثلا 7-8 سنين، كنا قعدنا فترة كده كان النور بيقطع في مصر كتير، فكان كل محل معاه جهاز زي دوت كده. الجهاز دوت بيسموه الجنريتور. ده كان أول ما النور يقطع كان يشغلوا الجنريتور ده، صوته مزعج جدا. ده ليه صوته مزعج جدا؟ ويعني إيه اللي بيتحرك فبيطلع لي كهرباء؟ فكرته بتعتمد على إيه؟ بتعتمد برضو على الماجنتيزم والإلكتريستي، بس فكرته بالعكس. إزاي بالعكس؟ يعني في الإلكتريك جنريتور كان عندي إلكتريستي وعملت ماجنت، كان عندي إلكتريستي وعملت إيه؟ ماجنت. المرة دي في الإلكتريك جنريتور هتكلم على حاجة اسمها إيه؟ The Electric Generator. Electric Generator هو ده الداينامو صح؟ أو الداينامو، أو الداينامو. أنا عندي العكس، عندي ماجنت وهعمل إلكتريستي. تاني، في الإلكتريك، في الإلكترو ماجنت كان عندي إلكتريستي، هو اسمه إلكترو ماجنت، إلكترو ماجنت. كان عندي إلكتريستي وبعمل بيهم ماجنت. المرة دي بالعكس، عندي ماجنت وهطلع بيه إلكتريستي. إيه فكرته؟ أنا عندي ماجنت بالشكل ده كده، ماجنت خلاص، وفي النورث والساوث بول، وهجيب برضو كابر كويل. كابر كويل ملفوف حوالين الايه، الماجنت اهو. يبقى انا المره دي عندي ايه؟ ماجنت وكابر كويل. خلص الجهاز كده. مكونات الجهاز بتاعتي كويل وماجنت. مكونات الجهاز بتاعتي الكومبوننتس اللي عندي المره دي، عندي كويل وماجنت بس. ماشي. هل هنا في الكتروماجنتيك فورس؟ هل في علاقه ما بين الالكتريستي والماجنتيزم؟ ركزوا معايا كده. بيقول لي لو جبت لمبه وحطيتها ما بين طرفين السلك، ايه اللي هيحصل لللمبه؟ ايه رايكم؟ تنور. اللمبه مش هتنور. ليه؟ لان انا ما عنديش الكتريستي. بصوا كده، طالما اللمبه ما نورتش يبقى ما فيش كهرباء، يبقى ما فيش كهرباء مشت في الايه، في السلك كده، ما فيش كهرباء مشت في السلك. لكن بيقول لي تعالى كده، حرك الماجنت دوت كده لبره وجوه، اقعد حركه كده، حرك الماجنت ده لبره وجوه، هيرجع عنه الكتريستي فاللمبه هتنور، فتلاقي اللمبه ايه، نورت. ماشي خلاص. وبالتالي الماجنت هنا، حركه الماجنت عملت لي كهرباء. حركه، مع ان انا عندي باتري هنا. هل انا عندي باتري؟ انا ما عنديش. انا عندي كويل وماجنت، ما عنديش سورس اوف الكتريستي. مين السورس بتاع الالكتريستي؟ الموفمنت بتاعت الماجنت، مش الماجنت. عشان برضو ايه، نبقوا يعني ايه، مدققين في الكلام بتاعنا. الموفمنت بتاعت الماجنت اهو. ليه؟ اهو تاني انا بقول ايه، انا عندي الموفمنت بتاعت الماجنت عملت لي ايه، عملت لي الكتريستي، او طلعت لي الكتريستي. ماشي كده، الموفمنت بتاعت الماجنت طلعت لي الكتريستي. ليه انا قلت كده؟ لان الالكتروماجنت كان عندي A energy اتحولت ل A energy. يا ترى A energy اتحولت electric energy kinetic energy بالظبط من نعم لا هنا في الالكتروماجنت
الكترومغنت. ها في الالكترومغنت من ايه انرجي؟ من الكتريك. ها ايه الانرجي اللي طلعت لي في الاخر؟ ماجنتيك صح؟ مش ده اسمه الكترو ماجنت؟ كنت جايب باتري وعملت ماجنت. كنت جايب باتري وعملت ماجنت. هنا بقى في ناس كتيرة بتقع في النقل. هنا بيقول لك هنا العكس بقى مستر، يقول لك هنا من ماجنتيك انرجي للالكتريك انرجي، صح الكلام ده؟ لو قلت من ماجنتيك، انرجي للالكتريك انرجي هقول لك غلط. ليه بقى غلط؟ لان لما كان الماجنت موجود ما كانش فيه كهرباء في حالة ان هو واقف. في حالة ان الماجنت واقف ما كانش فيه كهرباء. امتى كان فيه كهرباء يا شباب؟ لما الماجنت اتحرك. تمام كده؟ وبالتالي بقول ان الدينامو او الالكتريك جنريتور بيحول من ميكانيكال او كاينيتيك انرجي. انتوا طبعا اخدتوا الفرق ما بين الكاينيتيك والميكانيكال. كاينيتيك او ايه ميكانيكال؟ طبعا الكاينيتيك هي الميكانيكال لما البوتنشال بزيرو. من كاينيتيك انرجي او من ميكانيكال انرجي لايه؟ لالكتريك. دي اللي صح، لان لما اتحرك الماجنت اديني الالكتريستي. تمام كده يا شباب؟ حاجه صعبه؟ لا دي ما فيهاش حاجه. الجهاز الاخير هو عكس ده بالظبط، فانا هكتبه في نفس الصفحه. عكس ده بالظبط. نمبر 3 اسمه ذا موتور. ذا ايه؟ موتور. الاول بس هو كان ليه بقى الصوت المزعج بقى بتاع الجنريتر؟ ليه الصوت المزعج بتاع الجنريتر؟ عشان كان في كان في حركه. حركه مين؟ حركه الماجنت. حركه سريعه جدا للماجنت عشان تطلع لي كهرباء، كتير. الموتور العكس. الموتور العكس، عكس الالكتريك جنريتور، بس في نفس الكومبوننتس. ايه الكومبوننتس؟ عندي كويل وعندي ماجنت. كويل وايه؟ وماجنت. ماشي؟ بس بوصل للكويل، بوصل له الكتريستي، بدخل الكتريستي للموتور. موتور زي ايه؟ ايه اجهزه عندنا فيها موتور؟ عندنا المروحه فيها موتور، عندنا الواشنج ماشين الغساله فيها موتور، عندنا الميكسر اللي هو البلندر الخلاط فيه موتور، عندنا حاجات كده. اي حاجه بتلف عندنا في البيت فيها موتور، اي حاجه بتلف. فايه فكره الموتور؟ فكره الموتور العكس، ان انا لما هوصل الكهرباء الاقي الماجنت اتحرك. اوصل اول ما بنوصل الكهرباء بتاعه الخلاط، الخلاط يلف. نوصل الكهرباء بتاعه المروحه، المروحه تلف. فكره الموتور العكس، ان هو بيحول من الالكتريك ياخد كهرباء، الالكتريك انرجي يطلع. ها يطلع ايه يا شباب؟ اول ما دخل كهرباء للموتور، حاجه فيها موتور، يطلع كاينيتيك انرجي. زي مين بقى؟ اي حاجه فيها موتور. عندك الواشنج ماشين، عندك البلندر، عندك الفان، كل دول فيها موتور. تمام؟ يبقى احنا اخذنا ثلاث اجهزه بيعتمدوا على العلاقه اللي ما بين الالكتريستي. السوينج ماشين يا مستر برضه. نعم، سوينج ماشين. السوينج ماشين طبعا، سوينج ماشين اي حاجه. طب بس فكره الموتور اللي في السوينج ماشين يعني مختلفه شويه، بس كل دوت شغال برضه، كل ده فيه موتور. كل دول بقى الالكترو ماجنت والالكتريك جنريتور او الداينامو والموتور، التلات اجهزه دول فكرتهم بتعتمد على العلاقه اللي ما بين الالكتريستي والايه؟ والماجنتيك انرجي. صعب الكلام دوت. انا كده خلصت الليسن، انا كده خلصت الليسن مع بعض. طب تعالوا نحلوا ايه في المعاصر؟ الجزء اللي باقي.